تحت رعاية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، حضر سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام حفلة تخريج الدفعة 16 من الشرطة المستجدين، والتي تضم 451 فردا بالأكاديمية الملكية للشرطة، حيث تلقى الخريجون العلوم الشرطية والقانونية في معهد تدريب الشرطة وفق خطة تعليمية وتدريبية مدروسة وفي إطار برنامج تدريبي استغرق 6 أشهر. ولدى وصول سعادة رئيس الأمن العام كان في استقباله آمر الأكاديمية الملكية للشرطة وعدد من المدراء العامين، حيث استهل الحفل بعزف سلام اللواء. بعدها قدم الشرطة الخريجون استعراضا للمهارات العملية التي أظهرت كفاءتهم وانضباطهم وأدائهم المتميز وما يتمتعون به من جاهزية واستعداد لأداء الواجبات. وبهذه المناسبة أكد سعادة رئيس الأمن العام على توجيهات معالي وزير الداخلية واهتمامه بتحديث البرامج والمناهج والاستمرار بتطويرها والعمل على الحصول على الاعتراف الدولي من الجهات المختصة وإعداد كوادر وزارة الداخلية وفق أحدث المعايير الدولية المعمول بها في المناهج العلمية والتدريبية، مشيرا إلى استراتيجية التحديث والتطوير التي أطلقتها وزارة الداخلية والتي تهدف من خلالها إلى الارتقاء بالعمل الأمني وإعداد رجال الأمن للتعامل مع مختلف الأحداث بجاهزية عالية ودقة في الأداء، بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، مشيدا بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه الأكاديمية الملكية للشرطة واستمرارها في مواكبة المتغيرات الأمنية بما يرقى بالجهود الأمنية المبذولة. وأكد آمر معهد تدريب الشرطة خلال كلمة ألقاها أن توجيهات معالي وزير الداخلية وحرصه الدؤوب للرقي بمخرجات التدريب في شتى المجالات والمتابعة الحثيثة لسعادة رئيس الأمن العام كان لهما الأثر في خلق كوادر أمنية ذات كفاءة وظيفية قادرة على مواجهة كافة التحديات الأمنية وتواكب المتغيرات مع الالتزام بمبادئ الشرطة. وأضاف أن هذه الدفعة تم إعداد أفرادها وفقا لخطط تدريبية مدروسة ومتوافقة مع المتطلبات والمتغيرات الأمنية المعاصرة بالشكل الذي يكفل لهم تحمل ضغوطات العمل المحيط برجال الأمن. وبعد أداء الخريجين للقسم قام سعادة رئيس الأمن العام بتكريم المتفوقين وتوزيع الشهادات مهنئا الشرطة الخريجين وأهاليهم بهذه المناسبة السعيدة وحثهم على بذل قصارى جهدهم لخدمة الوطن والسهر على أمنه واستقراره في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى. حضر الحفل كبار الضباط بوزارة الداخلية وأهالي الخريجين. والله اليوم أكبر فرحة عندنا بالتخرج ولدي، وايد وايد مستونسة وأقول له ألف 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 مبروك على التخرج، وإن شاء الله أتمنى من عيالي يؤدون واجبهم نحو بلدهم وملكهم، وما أقول لهم إلا مبروكين وعساهم إن شاء الله على القوة ويرفعون رأس ديرتهم يا ربي. هذا شرف لي إن عيالي يدشون في ذا الميدان يخدمون ديرتهم ويبينون لهم كفاءة عيال الديرة حق خدمة ديرتهم، وأتمنى التوفيق حق العيال كلهم مو بس عيالي، والله يسعدهم أجمعين إن شاء الله ويكونون بارين بديرتهم وبوالديهم وأهلهم إن شاء الله. والله صراحة مستانس حالي حال الجماعة كلهم، مستانس إنهم بدي يتخرج وإن شاء الله بتوزع على قسمه ويكون مرتاح ويخدم الوطن دائما على طول. تعلمت وايد أشياء صراحة، تعلمت الصبر التحمل والحمد لله تخرجنا يعني. الحمد لله صراحة يعني
خلصنا وارتاحنا الحين الحمد لله ان شاء الله وتخرجنا وعدينا فتره طويله صراحه بالتدريب وما قصروا مدربينا وضباطنا صراحه الحمد لله يعني شعور ما ينوصف والله الحمد لله. طبعا الفرحه ما تنوصف بعد عناء 10 اشهر فحصدنا خير ان شاء الله وفرحه الشباب وفرحه المدربين وان شاء الله الله ييسر في المستقبل ان شاء الله ونخدم الوطن. انا افتخر كثير الافتخار واعتز بنفسي اني انا صرت عضو من اعضاء الامن العام وهذا فخر لي واعتزاز لي وشرف لي وانا احيي كل من ساهم وساعدنا من ضباط وافراد ومدربين. اشكر كل الضباط والمدربين ضباط الصف والربع كلهم اللي ويانا معسكر كامل ما قصروا واشكر الاهالي على كل اللي صار 10 شهور قضيناها في الحلوه المره مع بعض.